طيب قبل ما اتكلم، ادي اللعب. الراجل رجليه الشمال. على فكره لما نكلمكم في التحكيم، احنا ناس عندنا الحمد لله رب العالمين، ما بحبش اقعد عشان اعوذ بالله من كلمه، انا كنا جيل محترم قوي واللي قبلينا كانوا محترمين قوي وبنفهم من غير ما نجيب خبراء تحكيم ولا الكلام ده. ادي لعبه برجله الشمال فيها تهور كبير جدا جدا ومفيش اي انذار. تاني عيد اللعب. مش محتاج ان انا ادخل الكابتن احمد الشناوي ولا الكابتن جمال الغندوره، احنا عشنا حياتنا في الكوره وعشنا حياتنا في الكوره وبطولات افريقيا حدث ولا حرج، وكاس عالم للانديه حتى اليابانيين زهقوا من كتر ما بيشوفوا الاهلي بس. فلما نكلمكم لو سمحتوا بقى اسمعوا، ادي رجله الشمال واخد اللعيب وهو بيجري مفيش اي انذار. هات لي بقى لقطه سعد سمير. انا بكلمكم في لعبه بسيطه، مش هكلمكم في العاب ولا خلاص. المباراه عدت وناس كتير اتكلمت. طيب والحكم كان جنب اللعبه. بص سعد سمير، ايه ده يا حكام مصر؟ دي كوره لعبه رجاله يا حكام مصر، مش لعبه بنات. اتفرجوا على الدوري الانجليزي من غير تطوير، اتفرجوا على الدوري الاسباني، ده اسمه ضغط على الخصم، ضغط قوي على الخصم، ولا في لعبه خشنه ولا في بيعرض اللاعب للاصابه ولا في الكلام ده خالص. ايه البدايه دي؟ ايه البدايه دي؟ وممنوع اتكلم وممنوع اي مسؤول يتكلم. كابتن صلاح حفيظ قال لك ايه؟ عملت مداخلات في كل مصر. هو في ايه؟ ده الاهلي يا ناس، كل واحد يفوق. ما بقولكش انا على راسي ريشه اديني حق من غير حقوقي، بقولك العدل، القرارات، وحد القرارات، ما يبقاش قرار الاهلي انذار وهنا ما بقولك واحد. هو انا بقول حاجه، ده حاجه غريبه جدا.